مباراة ثأرية لا ما بين تونس والجزائر، ما ثم حتى ثأر على المستوى الرياضي، ثم مباريات نهار الجزائر تفوز نهار تونس تفوز، دونك تاريخ تاع زوج منتخبات ما يعطيش أفضلية كبيرة لحتى منتخب. كيف ما حكيت زوج منتخبات في مستوى عالي، أون سو ريسبكت إنورميمون، دونك هذا الفيزيون تاعنا احنا للمباراة هذه، باش نقوموا بمباراة باش نستغلوها باش تكون أن بون تيست. علاش الشوا تاع الجزائر؟ كان واضح الاستراتيجي تاعنا احنا كونه حبينا على مباراة من كاليبر كبير، كانت عدة اتصالات بعدة منتخبات، لكن وقت اللي صارت اتصالات مع الاتحادية الجزائرية يظهر لي سارانج لي دو ناسيون باش نعملوا ماتش نطلعوا ان شاء الله فيه زوز مستفيدين.